تعالى بقى ايه نفكر في الماتشين بتوع الاسبوع الجاي. هنبدا بماتش الاهلي والمصري، وهنتكلم في البدايه عن فرقه حسام حسن الانتحاريه المتحده. المصري بسم الله ما شاء الله 6 فوز متتالي، بس لو خدت كده فلاش باك للمصري السنه اللي فاتت هتلاقي ان اهم 3 لعيبه في المصري كانوا محمد مجدي قلب الدفاع، محمد مسعد الجناح، احمد رؤوف الهداف. الثلاث لعيبه دول حسام اتحرم منهم السنه دي. كانت النتيجه ايه؟ النتيجه انه ملوش دعوه، حسام ملوش دعوه. هو ايه الورق اللي في ايدينا؟ الورق ده ما بقاش موجود. طب نعمل ايه؟ نشوف الورق اللي بعده. كان عنده السنه اللي فاتت لعيب اسمه احمد جمعه، كان اهم بديل في الدوري، عادي جدا حسام احمد جمعه السنه دي بقى واحد من اهم الفروده من الدوري، مفيش مشاكل خالص. حسام حسن بقى كمان بغض النظر عن احنا لسه هنتكلم في بالتفصيل، لكن بيستخدم حيله نفسيه انا شايفها مهمه جدا. حسام حسن بيلعب الصدمه والرعب. اول ما تستلم الكوره في جناح وجناح ومهاجم ولعيب نص ملعب وباكين طرف طايرين وكابوريا شغال، الدنيا كلها طايره الحقيقه، تحس انه مهرجان جنان. يعني لو مش حسام حسن اللي واقف على الخط واقنع اللعيبه دول وزرع في نفسهم، زرع في عقلهم ان انا ههاجم بالشكل الجنوني ده وهنجح، عمرهم ما هيصدقوا. بس بصراحه يعني انت لو ما صدقتش حسام حسن هتصدق مين؟ فده طبيعي جدا. تعال نروح بقى نشوف المصري بتفاصيل اكتر شويه. عشان نتكلم عن المصري هنخبي هنا معلش الاتحاد ونروح للمصري. أسامة العزب، احمد ايمن منصور، احمد صافي، لا احمد صافي بيلعب رايت، ومحمد حمدي بيلعب ليفت. هاف ديفندر صريح بيلعب 2، فريد شوقي واسلام صلاح. احمد شكري بيلعب وينج رايت، واحمد جمعه بيلعب وينج ليفت، وكابوريا في اللاعب بيلعب قدام الاثنين هاف ديفندرز في المركز اللي بيسمى المركز رقم 10. طيب دي التشكيله اللي بتبدا الماتش بشكل عادي. فجاه الكره مع المصري، جنان بقى يا معلم جنان. ادي فرويد دخل ال 18، ادي وينج ضم دخل جنبه، ادي باك طاير لغايه اخر الملعب، ادي وينج دخل تاني لجوه، وادي باك طاير لاخر الملعب. مفيش حاجه اسمها اصل في كده، كان كلمه زمان تقول لك ايه، لما الباك اليمين يتقدم الباك الشمال يتاخر، لما الباك الشمال يتاخر الباك الشمال الباك اليمين يتقدم. الكلام ده عند حسام حسن مفيش، هو باكين طايرين ووينجين طايرين وفرويد طاير وكله طاير. طيب وادي اسلام صلاح، وادي ايه كابوريا. طيب هل حسام حسن بيكتفي بالشكل الجنوني ده؟ لا مفيش، مش كفايه. حسام حسن بيلعب اصلا بقى باتنين قلبين دفاع هم اصلا كانوا فول باكس، يعني اسامه العزب ده اصلا باك رايت، احمد ايمن منصور ده اصلا باك ليفت. اسيبهم كده ما يهاجموش ودي تيجي؟ لو الهجمه من ناحيه اليمين بيروح اسامه العزب يزق تاني وبيرجع شويه فريد شوقي عشان يغطيه، لكن مفيش انا عندي اوبشن في اسامه العزب هجومي اسيبه كده؟ يعني ما تجيش. حسام حسن ما يقدرش يستحمل لعيب بيكون بيأدي واجب هجومي وهو يسيبه كده. طيب مفيش، الهجمه شمال، خليك انت يا عم اسامه ارجع ال 18، نزق احمد ايمن منصور شماله. بالمناسبه احمد ايمن منصور هو اكتر لاعب في خط ظهر الزمالك، خط ظهر المصري اسف، بيعتمد عليه كابتن حسام في انه يبدا الهجمه، يعني دايما هو اللي بياخدها، واما بيلعب كروسات لجوه ال 18 او قطريه الناحيه الثانيه خالص هنا، او يلعب الاماميه هنا. تقدر تقول بتعبير تاني ان احمد ايمن منصور هو اول صانع العاب في الملعب. الملعب في المصري فيه 2 صناع العاب، واحد فيهم هتكلم عنه دلوقتي لان ده مش طبيعي، والتاني هو احمد ايمن منصور. طيب ازاي بقى الكابتن حسام اللي بيهاجم بكل هذا الشكل بيقدر يحفظ التوازن؟ الحقيقه ان التوازن بتاع الكابتن حسام حسن بيتم حفظه باتنين لعيبه انا بعتبرهم اعمدته الاساسيين. اولا هو اللاعب ده فريد شوقي، في مهرجان بيهاجم وفريد شوقي ده دوره انه يغطي على كل الناس دول. اذا عندي واحد بيحمي القوات المتقدمه في ظهرهم وواحد تاني بينظم القوات المتقدمه اللي هو مين؟ اللي هو كابوريا. هل تعلم
ان كابوريا، كابوريا عندنا ليه واقفين معاه النهارده وقفه كبيره يعني. بس قبل ما نبدا الوقفه يعني، هل تعلم ان كابوريا اللي بيلعب في المركز رقم 10 مركز صناعه الالعاب ده هو تاني اكتر لاعب في الدوري المصري ارسالا للعرضيات؟ ده مش مكانه اصلا خالص. لا وايه بقى، مش عايز اقول لك، ده بيلعب بيمينه يرفع مره بشماله، ما بتفرقش معاه. لعيب بيلعب في مركز رقم 10 اللي المفروض بيستلم الكوره دايما في قلب الملعب، ومع ذلك هو تاني اكتر لاعب في الدوري المصري ارسالا للعرضيات. بالمناسبه المركز الاول لاحمد شديد قناوي. تمام، اذا انت عندك باكين طايرين وعندك هنا فول باكس كمان، حتى دول حتى دول ما مش سايبهم في حالهم. لا انت قلب دفاع، انا موافق ان انت قلب دفاع، بس احنا معانا الكوره وفي مساحه زيد. عشان كده المصري عنده رصيد من العرضيات غريب جدا. تعال نشوف مع بعض كده المصري اللي السنه دي عمل ارقام خزعبليه في العرضيات وسجل 15 اوت اوف 25 جول، يعني مسجل 25 جول منهم 15 جول من كرات عرضية. تعال نشوف كرات المصري العرضية مثال بس كده. دايما في طرفين طايرين، حماده طلبه كان بيلعب وينج وباك رايت، شفت الباك رايت وصل لغايه فين؟ احمد سمير، مفيش. الكرات العرضية هي الملاذ الاول والثاني والثالث للكابتن حسام حسن. تاني ثالث، اكتر الفرق ارسالا للعرضيات. طبيعي طبيعي يا جماعه، 397 مره زي ما قلت لكم، في باكين طايرين وفي وينجين طايرين وفي قلبين دفاع بيزيدوا. المصري كمان هو اكتر فريق ليه عرضيات صحيحه ب 91 عرضيه. طبيعي جدا، ملاذ المصري الاول والثاني والثالث والرابع الكرات العرضيه من كل اللعيبه في الملعب الى كل اللعيبه في الملعب. المصري قدر يسجل 15 هدف اوت اوف 25 هدف في الدوري المصري من كرات عرضية. يعني نكتفي بقى بهذا القدر عشان ما يجيلكوش اوفر دوز كرات عرضية، وخلينا نرجع بقى للعيب اللي عايزين نقف عنده شويتين في المصري، وهو اللاعب احمد كابوريا. احمد كابوريا هو اللاعب زي ما قلت لكم ان فريد شوقي هو اللي بيحمي الخطوط من الخلف، احمد كابوريا هو اللي بيربط بين كل الخطوط في الامام، هو اللي بيربط بين الوينج رايت والمهاجم، الوينج ليفت والمهاجم، الاثنين هاف ديفندرز والمهاجم، يمين الملعب بشمال الملعب ظهر الملعب لوش الملعب، كل ده مرتبط في ايد احمد كابوريا، واحد من اهم ان لم يكن اهم لاعب في المصري، وواحد بالتاكيد من اهم اللعيبه في الدوري المصري السنه دي. تعالوا نتعرف على احمد كابوريا بشكل اقرب من كده. مباراه الزمالك والمصري نشوف ده كابوريا، نركز كابوريا بيتحرك منين لفين. دول الاثنين هاف ديفندرز، استلم كابوريا ادى نفسه المساحة، فتح زاوية تمرير، بص هو بيروح فين، ركز معاه هو، بص هو رايح فين، الكرة هتتنقل فأنا رايح هناك تاني، هعمل زيادة عددية مع زمايلي عشان أعمل مثلث، بقينا ثلاثة والكرة بتكمل، أنا تاني عملت المثلث وديتها، أنا نفس الشخص اللي خدت بإيد الهجمة من هناك، وأنا نفس الشخص اللي رحت هناك عشان أخلي الهجمة دي أكثر خطورة. تاني بص هنا كابوريا هيتحرك فين، دول الثلاثة هاف ديفندرز، بص هو واقف فين، في ظهر الدفاع. بالمناسبة المساحة دي هي أخطر مساحة في الملعب، تحت الدفاع تحت نص الملعب وقدام الهجوم، المساحة دي اللي بيقدر يزرع فيها لاعب يقدر يستلم الكرة كويس عادة بيشكل صداع مزمن للخصم. بياخد الكرة كابوريا وبيلعب الثرو، خلينا نكمل، هو اللي مكمل جوه ال 18 تاني. تمام، طب هل خلاص كده؟ لا مش خلاص، لا مش خلاص، هو كابوريا تاني رايح يعمل المثلث اهو عشان يعمل زياده عدديه، هات لي كابوريا المثلث عشان يخلق زاويه لعب كره عرضيه تاني. قد يبدو لك وانت بتتفرج ان الامور بسيطه، يعني لعيب بيتحرك من هنا لهنا، لا هي الفكره انت بتتحرك امتى، ولما بتتحرك بتروح تقف فين، ولما بتجيلك بتتصرف فيها ازاي. عشان كده كابوريا زي ما شفنا في اللعبه الاولى ربط نص الملعب باليمين هجوميا، وهنا ربط يمين الملعب بشماله. كابوريا تاني، بص كابوريا هنا هيظهر منين، من العدم. كابوريا جه ضغط دخل بين قلبين الدفاع، بين قلبين الدفاع، ادي قلب الدفاع ده وادي قلب الدفاع اهو، ده مكان فرود يا جماعه،
ده مكان فيرود 18، فيرود صريح، فيرود 9، ايا كانت المسميات، ده مكان فيرود، ده مش مكان بلاي ميكر خالص. لكن هو عشان لاعب متنوع حط نفسه في المكان جول. تاني كابوريا، بص بقى هنا انفراد فيرود برضو بين المساكين برضو بشماله برضو جول فيرود عادي جدا. في اللقطه اللي فاتت كان فيرود دخل جوه 18 لعب بين الباكين بين قلبين الدفاع، هنا جوه 18 بين قلبين الدفاع. تاني كابوريا لعب، كابوريا استلم، كابوريا ركز معاه بقى، ركز معاه بقى هيسرق فين، ركز هيسرق فين، سرق فين دي لو استلمها تحت رجله في الاول انفراد. هنا يا جماعه يعني ركز اكتر، اللعيب ده فكر ازاي استلم، مش كلكم باصين هنا، طب خليكم باصين بقى، خليكم باصين وتحرك في ظهر اللعيبه وحافظ على الاوفسايد ووقف واستلم الكوره الاستلام بس، لو الاستلم استلم وقف تحت رجله انفراد. تاني كابوريا ثرو بيمينه، ما هو بلاي ميكر بصراحه، يمكن نتكلم عن بلاي ميكر عايزين نقول راح وجي وراح وجي، ممكن حد يتخيل ان هو الواجب المعروف عن البلاي ميكر اللي هو كثير السروهات يعني ما بيعملوش ولا حاجه لا سمح الله، لا ما فيش، قلبه كبير كابوريا، كابوريا بشماله حط هيرمان كوا، هيرمان كوا ده بالمناسبه فيرود قوي جدا سريع جدا بيلعب دماغه كويس جدا بس زي ما انت غريب يعني شخص غريب شويه، مره بيمينه مره بشماله. طيب كابوريا اللي اتحرك بين الخطوط واللي ربط الملعب ببعضه واللي تاني اكتر لاعب ارسالا للعرضيات في الدوري المصري، عايز اقول لكم على حاجه تانية بقى في كابوريا بس يعني واحد متفرج على اللقطات الجايه دي هسالكم سؤال واللي هيكسب مش هديله حاجه. ده كابوريا جول بيمينه، ده كابوريا جول بشماله، ده كابوريا جول بيمينه، ده كابوريا جول بشماله، ده كابوريا جول بيمينه، وده كابوريا جول بشماله، ده كابوريا فاول بيمينه، وده كابوريا سبحان الله بشماله، ده كابوريا ثرو بشماله، وده كابوريا اوفر بيمينه، ده كابوريا اوفر بشماله، وده كابوريا كورنر بيمينه. اكيد طبعا سؤال الحلقه زي ما انتم شايفين ده ده فاول بقى، ممكن نرجع دي يا جماعه معلش 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 عشان دي بقى اهم واحده، ده فاول يا جماعه، لعبه ثابته، لعبه ثابته ولعبه بشماله، ادي كورنر كمان رفعه بشماله، يعني الكورنر نفسه بيلعبه بشماله. وانا ممكن اقول لعيب فيه لعيب يبقى لعيب جيد، لعيب جيد جدا بيعرف يستخدم يمينه بيعرف يستخدم شماله، بس لما بتيجي الكره الثابته اللي ما فيش حد مضايقك فيها اللي واقف فيها لوحدك بتبان بقى انت بتلعب بيمينك ولا بتلعب بشمالك. لكن هو بيسجل بيمين بيسجل بشماله، بيباصي بيمينه بيباصي بشماله، بيرفع بيمينه بيرفع بشماله، حتى الكوره الثابته مره يمينه ومره شماله. بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني كابتن حسام حسن زي ما كل سنه بيطلع لنا جوهره الناس كلها بتجري وراها، السنه دي قدم للكوره المصريه مش بس للنادي المصري احمد كابوريا. يمكن احنا النهارده اتكلمنا على كابوريا، لكن في النادي المصري برضو زي ما قلت لكم في لعيب تاني مهم جدا مهم جدا 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 وهو فريد شوقي. انا مش عايز ابخسه حقه لكن هقف عنده وقفه تاني لوحده لانه يستحق بصراحه وقفه تاني لوحده. فريد شوقي ده هو ظهر الفرق، هو عمود فقر الفرق، وهو اللي بسببه وبسبب اسلام صلاح بس فريد شوقي اكتر، كابوريا قادر يعمل كل المهرجان اللي احنا شفناه مع بعض. ده المصري اللي هيقابل الاهلي،